اهلا وسهلا بحضراتكم. مسك الختام للاسبوع وللحلقه، دايما السوشيال ميديا وما ارواها عندما تكون بصحبه الصديق والزميل والكاتب الصحفي الاستاذ سامي عبد الراضي. مساء الورد. يا مساء الفل دايما منور الدنيا. اخبارك ايه يا جميل؟ كله تمام، كله حلو الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يلا صندوق الدنيا والجوله الاسبوعيه في السوشيال ميديا. وارجوك، ده الاسبوع اللي فات ابتدت لنا بغم، فبرضه غم؟ طيب يلا سيب. انا متوصي بيك. ايوه حبيبي والنبي. مش من انت الغم. لا كفايه جرعات كتير غم قوي. ماشي ماشي. نبدا من كليه الاداب في جامعه القاهره مع يعني بنوته زي القمر كده، بنت النوبه شادن، اسمها شادن مصطفى. حلوه قوي شادن مصطفى. يعني الفيديو مبهر، ومليان بهجه وسعاده وجمال وحلاوه وبيعبر عن ثقافه ناسنا واهالينا وحبايبنا في النوبه. لكن في ناس اسف يعني تاني، عيونها سوده وقلوبها سوده، ما بيشوفوش. طب احنا عندنا الجمال. انس تعالى كده نشوف 3 4 مش 3 4 10 15 ثانيه يعني، خلينا نتبسط يعني. يعني هي عسل انت سكر انت. اعتقد شادن هي عسل وسكر. صحيح. على بعض. لا وحلاوه الفيديو كمان انا لما شفته يا استاذ سامي، واحد زي ما انت قلت كده مبهر ومبهج. صح. واحد اتنين في جمال الارتباط بالفولكلور وبالاصل وبالرأس بمسقط راسي وبالثقافه النوبيه اللي اكيد هي طبعًا معتزه وفخوره بيها، والا ما كانتش اختارتها تبقى اغنيه تخرجها. رابع حاجه كمان كل واحد فينا شاف بنته او ابنه فيها. صح. الفيديو مليان بهجه قوي قوي قوي. طب انت بتقولي بقى في ناس حد ايه؟ في ناس كتبت على صفحات الفيسبوك انت عارف، وصفحات بتمثل اقاليم يعني مش بتمثل شخصيات يعني كتل يعني مفهوم، اقول لك دي ما بتمثلناش ودي لا تمت اللي مش عارف لمين بصله وما لهاش مش عارف ايه. يا عم انت مالك، ان شاء الله ما متت لك بصله ولا قربت. ليه هي اهانتكم في حاجه؟ ده بالعكس، ده احنا كلنا بنشكر فيها. ما هو قلبه ضلمه وعينيه ضلمه، لا حول ولا قوه الا بالله. فربنا يهديه او يهديهم يعني ناس كتير. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى شادن اتسالت بعد ده ايه ده الصوره دي؟ مش شايف ده؟ ارجع كده انس، الصوره اللي انا شفت فيها دايره دي ايه دي؟ لا يا راجل، يا نهار ابيض. ايه ده؟ بيقولوا لي دلوقتي انه حد منزل اهو، بص حد منزل الصوره وعامل دايره وبيقول لك بالنسبه للبنت خريجه كليه الاداب بجامعه القاهره اللي رقصت نوبي دي، ليه كانت قصده تبين، اعوذ بالله انا اسف، رجليها ما فيما معناه رجليها. هو كاتب لفظ طبعا سخيف وقميء، لكن ما تبين رجليها بالشكل ده بالرغم من كان تلبس فستان مقفول، وبالرغم برضو انها كانت عارفه ان المسرح كله شباب. يا نهار اسود. لا ناس مريضه يعني. هو ساب الفيديو اللي احنا شفناه ده، ساب المتعه كلها وركز. ده مش بس كده، ده فكس الصوره يا استاذ سامي وكبر الصوره عشان يبص على الربع فتحه اللي هي فوق الركبه. يا نهار اسود. لا احنا في ناس عندها خلل كتير. ده مرض يا ريس. عندها ده مرض. خلل يعني البند بصراحه، يعني بصراحه اللي قعد يدور وبص على الركبه هو في الاصل ركبه. صح. بجد هو في الاصل عكاوي وبتاع حاجات من دي عشان يدور على الحاجات دي، ونيته كده واهتماماته كده، لان احنا كلنا اتفرجنا على الفيديو لم نرى اي شيء معيب. فيديو عادي جدا وطبيعي جدا. هي البنت لما اتسالت شادن قالت انا بعبر عن ثقافتي، حتى في نفس الدفعه بتاعتي كان في بنوته فلسطينيه برضو طلبت اغنيه بتعبر عن ثقافتها وهويه المقاومه مليون الموجوده. مليون مبروك يا شادن، وربنا يهنيك يا حبيبتي. وان شاء الله ربنا يكتب لك الخير ولا عزاء للمرضى. احسنت. طيب من شادن هنروح لمطرب مناسبة الغنى بقى والطرب، الاستاذ احمد سعد. احمد سعد هو حقيقي السنه دي احمد مكسر الدنيا في الشغل وفي غير الشغل.
وفي غير ما انا هقول لك في الشغل ملاك في الشغل. ف كلنا اتفاجئنا بالستوري اللي كتبتها علياء بسيوني زوجته وام بنته لما قالت الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بينه وبين احمد من شويه بناء على رغبته، حب اشكر احمد جدا على اصله بين قوسين، وهي اللي قالت ده صح، غيره الطيب ومعدنه السيء. يعني هي حره في اللي كتبته، هي على هودتها كتبت كلام كتير. احمد ناس كتير من متابعي احمد وحبايبه المقربين منه قالوا ان هو اتغير في السنه الاخيره، وكان وشها حلو عليه، وشغل احمد كله كان دي اغرب حاجه يا استاذ سامي في القصه، افضل سنه احمد من اجمل واهم اغرب حاجه الاصوات في مصر. ممكن يحصل مشاكل مع اي زوجه، خصوصا ان احمد واضح انه ما بيعرفش يستقر قوي مع الزوجات فتره طويله، بدليل دي الزيجه الرابعه اللي يطلقها، لانه كان عنده الزوجه الاوليه، لا الاول واحده اسمها لبنى، ثم ريم البارودي، ثم سمية الخشاب، ثم علياء البسيوني، ثم الخمسه بقى هندور عليها سوا، هندور عليها سوا ان شاء الله عشان الخميس بعد الجاي تستقر يعني. لكن فعلا زي ما انت قلت، حتى لو في معاها مشاكل الدنيا، كل الناس قالت لك ده لو فيها ايه عبر الدنيا، مجرد ادمها السعد عليه نقلته، نقلت واحد تاني، نقلت احمد وتغير واحد تاني واداء عظيم وموجود. انا حتى ليا جمله متاخده عنه ان احمد سعد السنه اللي فاتت لما كان بيكح كان بيطلع اغنيه ناجحه. بصراحه لو كح طلع اغنيه ناجحه. لا هو احمد عبقري صوت وعبقري ملحن عظيم، بس برضه ما تنساش الادم، لانه هو احمد صوته عبقري من سنين طويله صح، بس ما فرقعش الفرقعه الفظيعه الا اخر السيزون ده في السنه ونص الاخيره. الدنيا اختلفت علياء، في السنه ونص الاخيره الدنيا اختلفت. سبحانك يا رب. يعني احمد كان القصه اللي قبل علياء كان في سمية الخشاب ومشيت، قالت انها شالت الطحال. لا هو احمد عشان كده بتقولي مكسر، انا بقول لك مكسر الدنيا، شغل وغير شغل، شغل وغير شغل، شغل وبيت. يعني في الامور دي لو هما ما اعلنوش احنا ما كناش هنعرف، ما كناش هنتكلم صح. لكن نتكلم عن احمد نجم كبير، وعلياء بسيوني انسانه محترمه جدا وبنت ناس. لا واخبار الفنانين والنجوم دي جزء من العمل الصحفي الاعلامي، تسمع اخبار المجتمع واخبار الفنانين طبعا. لان في بعض الناس لما انا اتكلمت عن الموضوع ده اول امبارح واذعته دقائق بعد تنزيل علياء البوست بالليل وانا بتفرج وبتاع، لقيت بعض الكومنتات اللي هو انت مالك يا تامر، دي حياته الشخصيه وحر يتجوز ويطلق. فقلت لهم يا جماعه الكلام ده لو انا رحت فتحت الستاره كده وطلعت على المواسير، لكن هم اللي رموا جايين لنا. هم اللي تحت ايدك، ده فنان وهو اللي بيطلع في البرامج يتكلم عن حياته الخاصه ومشاكله. هم خاطبوا الاعلام، هم يعني يعتبر اتكلموا على الاعلام، بتقول في حصل 1 2 3 4 صح. عايزين نتجاهل كل ده صح صح. طيب من احمد سعد لمطرب، هو مش مطرب يعني بالنسبه لي، انا مش مطرب يعني، الاستاذ حسن. حسن مين؟ حسن شاكوش. حسن شاكوش. حسن شاكوش يعني في فيديو بيقولوا ان هو طبعا مش مطرب، هو مؤدي. مؤدي ده باعتراف نقابه الموسيقيه. مؤدي زيه زي بيكا وبقيه قلنا بلاش الاسماء دي عشان ماشي. لا استنى، فرحان ان هم توقفوا الحمد لله. وفي باين ساره، ساره توقفت برضه عشان شادت، كان لازم. قله الادب دي مش مطلوبه خالص في الشغل، انت طالع جمهور لجمهورك، احترم نفسك، انتقي الفاظك، تكون مؤدب مع جمهورك وتعمل شغلك يا باشا. الكلام ده لو ايه لا شفنا، معلش انا اسف، يعني طب. في الجيل القديم لا عمر نجاة ولا فايزة ولا وردة ولا جديد ولا عبد الحليم ولا عمرو ولا فؤاد ولا محي ولا إيهاب ولا كل العباقرة بتوعنا دول. ده حتى عبد الحليم لما استفزوه على المسرح راح مصفر لهم، قال لهم وانا كمان بعرف اصفر، ده اخر، وانا بعرف ازعق، واخد بالك، وكمل الاغنيه، واخد بالك. احنا عندنا حسن شاكوش قال لك اعتقد قال لهم في 60 داهيه يعني، ده يا ريت في 60 بس، ده طلعوا في 1000. في 60,000 مش في 60 بس، بس يا ريت 60 بس. لا وبعد ما شتم الناس يقول لك اللي يحب ربنا يرفع ايده فوق. نفسي الحياه يعني بتاع الشعبيات والمهرجانات والميكروباصات ومش عارف ايه، بطلوا الجمله دي. بيحطوا يعني انت قاعد، سيبك يا سيدي انت في الكباريه ولا بتاع، حتى لو في حفله بره بس مزيكا وطبل ورقص صح، هتلاقي في النص يقول لك معظمهم اللي يحب ربنا فوق، والنبي مش عارف، اللي يحب النبي مش عارف كذا، يا رب النبي يشفع. انت في مكان ما ينفعش تذكر فيه لا نبي ولا رب، يعني خليك في اللي انت فيه، اذكره في قلبك بس، في قلبك بس، اذكره في قلبك وشكرا يعني. بس ارجوك بلاش الحكايه دي. بلاش بقى اللي يحب ربنا فوق، النبي يا رب اللي عايز ذنب النبي يحبه، ولا ربنا النبي يشفع له ويعمل لي مش عارف ايه. لا 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 ينفع كده بس يعني اتحامل المصطلحات الدينيه في غير اماكنها، لا يجب ان يطاق طبعا، يجب.
بس فيعني وعوده بقى. انا بقول لك موضوع ساره زكريا ده انا مبسوط جدا 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 النقابه يعني تفاعلت معاه، لانه خد بالك هتبقى موضه، وهي اوريدي بقت موضه خلال الفتره اللي فاتت. انت قلت جمله مهمه قوي في البدايه، قلت الفنان مش عارف يخليه فن ومش عارف ايه وكذا وكذا دون اللجوء كذا. طبعا الكلام انت قلته ده صح، لو في فن، لو في فن بس هم للاسف بيلجأوا ده ليه؟ لا مفيش، ما عشان مفيش فن حقيقي، بيخترعوا جمل وبيركبوا ترند بجمل زي دي. يعني مع كامل احترامي ساره زكريا وكامل احترامي ليها وفنانه ممكن تكون معروفه في اماكنها وفي محيطها وكذا، لكن انا كل اللي عرفته عنها شهرتها جت بناء على ايه؟ بيبي تعالى اتجوز في السر، بيبي تعالى اتجوز في السر، والحته الثانيه اللي هي بتاعت نروح في الصحبه يا ابن اللذينه، يا ابن الصحبه في حاجه كده. يبقى انا مش معروف ومشهور بان انا انفلاتي او الفاظي كذا. المفترض الامور دي تقنن ويبقى فيه شبه رقابه عليها، مش رقابه كامله ولكن في رقابه، يكون في الناس دي لازم تحترم نفسها. كمان الناس بتتفاعل مع الكلام ده، ماشي، يحترموا نفسهم قبل ما يحترموا الجمهور. يعني الواحد يحترم نفسه صحيح قبل ما يحترم الجمهور. كريم فهمي كاتب بوست كويس معقول جدا، قال لك انا مش ممكن ادفع مليم واحد علشان خاطر. وبالمناسبه انا اسف كمان عشان يبقى العدل كمان معلوماتي كمان، ان نقابه الموسيقيين وقفت او عقبت حمو بيكا وعمر كمال بالايقاف لمده اسبوع حاجه كده عن الغناء والحفلات وكذا، عشان بتاع اللي طلعوه الاسبوع اللي فات اللي هي انت معفنه، بدل ما انت معلمه طلعوا اغنيه انت معفنه. قله ادب واسبوع ايه؟ معلش يا استاذ مصطفى كامل، يعني مع احترام لمصطفى كامل، يعني اسبوع ده حفله ولا اتنين دول يتجابوا ويتحقق معاهم وتحقيق ويبقى منضبط في كلامه. لان خلي بالك برضو عمر كمال صوت حلو لكن هو منجرف في سكه كده مش كويسه. حمو بيكا مؤدي وربنا رزقه، كان شغال جزار ونجار وجزمجي وبتاع بويا وبتاع كرشه وربنا فتحها عليه. اسكت واخرس سبحانك. فيا استاذ مصطفى كامل يعني من جيل الوسط المعقول، فالمفترض مصطفى كامل برضه ما يبقاش عقاب ده. استاذ مصطفى يعني تقل ايدك شويه بس. تقل ايدك كتير. اسبوع مين؟ اسبوع ممكن يناموا في البيت ولا هيفرق معاه؟ يعني مش هنا الاستاذ سامي مش قصده انها مش عقوبه رادعه. لازم العقوبة عشان الواحد ينتبه ويتوجع وما يعملهاش تاني، لازم العقوبة توجع طبعا. لو ما وجعتش يبقى كده انا مديك اجازة تروح تقضي اسبوع في الساحل وترجع. استاذ مكرم محمد احمد الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه، يعني الكلام بيجيب كلام. كان لما كان ماسك المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام سمع صوت مذيعة بره عاملة قلق. بره فين؟ بره مكتبه. هي جاية بقى بيتحقق معاها. تمام؟ دخلت عليه قال لها هتتكلمي هكسر دماغك، وقفها سنتين. اوف. تمام، هو ما وقفهاش سنتين بس هو عايز يهتها طبعا، واخد بالك؟ وعايز يسيطر عليها. البنت عرفت تترعش، ما هي داخله عامله فيها سبع رجاله، واخد بالك؟ سمعت منه كلمه سنتين وراح جايب المحقق قال له ما فيش سنتين، انا قلت هتها وعشان تعرف هي موجوده فين وبتعمل ايه اديها العقوبة المناسبة للجرم اللي عملته او للاتهام اللي عملته او للخطأ اللي ارتكبته في اطار عملها. فالمفترض هنا القائد او المسؤول عن المنظومة اللي هو فيها يكون صحيح. اداري صح، يكون معلم في قراراته، يكون يعرف يقيم اللي قدامه يلعب معاه. اسبوع ايه يا استاذ مصطفى؟ استاذ تامر ارجوك ماشي. نقلب الصفحة عشان يعني ماشي. مصطفى انا بحبه ماشي، واخد بالك؟ فمش عايزين نخش في شغله، ولكن هو لازم يكون منضبط ايضا. خد بالك برضه، اصل انت برضه على نياتك يا استاذ سامي. ماشي. لا على نياتك يعني طيب، معناها ايه؟ انت مستشوي الاسبوع صح؟ مستقله. صح؟ وشايف اسبوع ايه وبتاع، وانا معاك ان هم مستوى قليل. افاجئك؟ فاجئني. انت عارف الاسبوع ده يعمل فلوس كام عند الشباب دول؟ ما هم عملوا كتير وبيعملوا كتير. محدد اهو، احنا بنتكلم على انت بتقولي دلوقتي الاسبوع قليل فرحين ثلاثه. انا عايز اقول لك ان الاسبوع ده يعمل رقم لو قلته لك ممكن يغمى عليك انا وانت، ولا هيغمى عليا ولا هيفرق معايا، ربنا يرزقهم. لا مش واخد بالك، هي مش مساله، بس انا بتكلم في قله الادب، بتكلم انا معاك في الناس. انت فاكرني برضه بدافع عنهم؟ مش دفاع، انا قصدي بقول لك انه الاسبوع ده لوحده مش قليل. انت بتقول كده ملايين ماشي، مش الافات، ملايين. ولا هيفرق معاهم؟ لا يفرق معاهم، يفرق معاهم. السلسله الثقيله قوي الذهب اللي في الدنيا هتخف شويه.
في كل حاجه تقيله يعني. يلا يا عم الحاج. طيب ماشي، انا كنت هتكلم عن كريم فهمي. كريم عمل ايه؟ كريم قال لك وضع قسما للسوشي، تمام، وتحدى الناس ان هو يقدر يقول ولا لا. اعتقد القسم، اقسم بالله العظيم انني لم ولن ادفع مليم على السوشيال ميديا لتفخيم من نفسي او من عمل ليا او ايذاء احد من الزملاء. مين يقدر يقول القسم ده معايا؟ لطيفه، فكره حلوه. وبرضه عايز اقول لك على حاجه، تصرف من كريم، هو حر في اللي يقوله وحر في مقترحه، واللي عايز يدفع عشان يتشهر يدفع، اللي عايز ما يدفعش ما يدفعش. كل واحد حر في تصرفه وحر في التخديم على عمله وعلى فنه وعلى شخصه. بس ده رايي. ومجموعه من الفنانين ريهام عبد الغفور قسمت وريم العدل قالت انا، ومين ده؟ محمد دياب اللي هو دياب. دياب ده جميل. انا اقسم بنفس القسم والله على ما اقوله شهيد. حلو والله. على فكره هي حلوه، لقطه حلوه من كريم فهمي. كل واحد يمشي في السكه دي، ويا ريت الناس التانيه بقى اللي هي مش شخصيات عامه يعمل قسم كده ويقول والله العظيم انا هستخدم السوشيال ميديا في كل حاجه تفيد، وعمري ما هروج اشاعات، وعمري ما هستخدم الشتيمه حتى لو مختلف مع حد في الراي. يا ريت زي الاخ بتاع السوشيال اللي جاب شادن من شويه وراح مركز وعمل فوكس على، يا ريت كلنا نرتقي ونطهر استخدامنا للسوشيال ميديا. يا ريت. بص يا سيدي، بمناسبة كريم، في كلام عن سفاح الجيزة. كريم بيؤدي دور سفاح الجيزة، تمام، وكان المشهد الأول عمل ضجة كبيرة جدا، اللي هو أحمد فهمي مش كريم، اللي بيعمل سفاح الجيزة أحمد فهمي. ماشي، أنت لا أحمد منه؟ ولا كريم؟ لا كريم، كريم أحمد يا برنس. كريم ولا أحمد؟ ورينا الصورة يا عم الحاج عشان تحب مين ده بقى؟ ده احمد. ماشي ماشي. واحمد وكريم اخوات. ما انا عشان كده بقول لك انت واضح ان انت بتلخبط بينهم. ما اعرفش. لا ده احمد فهمي. ماشي. احمد دور السفاح دور مهم جدا. سفاح الجيزه هو لسه يعني كم جرائم انا تابعت واشتغلت على حوادث كتير. تمام. هنا اللي شد الناس قال لك المشهد الاول اللي هو في الديب فريزر، كان فيه الجثمان بتاع اول واحده او زوجته الاولى، وكان في نفس الوقت بيعمل صينيه بطاطس باللحمه، وجابوا اللحمه كده مغريه والبطاطس مغريه، يعني بيقول لك ان هو قلبه ميت، قلبه ميت. دي كانت ترند. القصه اصلا هي عاليه جدا، قصه سفاح الجيزه. صحيح. نظرا لغرابه، يعني هو قريب جدا شغله من شغل ريا وسكينه، رغم فارق ال 100 سنه اللي ما بين الاثنين، ولكن شغله قريب من شغل ريا وسكينه. يمكن انا هديك حاجه من ارشيفي او من معلوماتي مع وكلاء ورؤساء النيابه. تمام. مرتبطه بنفس القصه دي، اللي هو يعني هو الناس اللي هتقول لك ادي جثه وهو بياكل بطاطس باللحمه. في 2005 كان في مدير نيابه الحوادث، هو صديق واحدة اصحاب يعني. قال لي هما دايما في حوادث القتل بيروح يعاين سواء في مكان الجريمه او احيانا بيروح المشرحه لو الجثه مجهوله. صح. فكانوا راح وكان معاه وكيل نيابه لسه متعين بقاله شهر او اتنين، ودخلوا المشرحه، تمام، وشاور صاحبنا ده على الراجل اللي في المشرحه، قال له ايه؟ هات الحاجة اللي عندك. فراح جايب لهم بطيخة مرملة وإيه والتلج، يعني بص في شهر سبعة طبعا متشرحها لا بطيخة تمام. بطيخة تمام. فبعد ما كلوا واتبسطوا كلهم، فهو راح مفاجئ الفريق اللي معاه، قال لهم عارفين البطيخة دي كانت فين؟ قال له كانت فين؟ قال لهم كانت جنب الجثة اللي احنا عيناها. اوف. يعني العامل بتاع المشرحة حط البطيخة جوه في التلاجة. خد بالك عنصر الاعتياد كده يا استاذ سامي. اتنين منهم يعني مش هقول لك وصلوا لمرحله اغماء، فضلوا يرجعوا ثلاث ايام ورا بعض. فهنا الناس بتتكلم على صينيه البطاطس باللحمه اللي جنب الجثمان في مشهد تمثيلي عمل خلى الناس دماغها لفت. لا انا بقول لك وارد وطبيعي جدا. في مشهد ما اعرفش انت شفت الفيلم ولا ده، فيلم نادي الرجال السري. شفته؟ شفته. بتاع كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وفيلم من الافلام اللطيفه جدا. كان في الفيلم مشهد لواحد معاهم من اعضاء نادي الرجال السري، كان طبيب في المشرحه.
لما غدا عادل والبنوته اللي كانت معاها مش فاكر اسمها ايه الممثله ما راحوا عشان يقرروه ويخلوه يعترف انه جوازهم بيروحوا فين وبتاع، دخلوا عليه في مشرحه فلقوه بيطلع من رف المشرحه لانشون وبسطرمه وجبنه بيضة وعيش، كان مسقعهم عشان يقعد يتعشى. خد بالك رغم مفارقه الموضوع وصعوبته على الناظر، بس هو الحقيقه ان الاعتياد يعمل كده. صح، لا صح. انا بالنسبه لي اول ما اخش المشرحه ممكن يغمى عليا، لكن العامل اللي بيشتغل هناك في المشرحه كل يوم بيشوف الجثث زي السلام عليكم. صح، زي السلام عليكم، بيتعامل مع الجثث وتشريحها والاعضاء كانه احنا بنتعامل مع ورد وفل وياسمين. صح، فالحقيقه الاعتياد لازم تحطه في الحسبان. مظبوط. طيب عشان قبل ما احنا اتاخرنا النهارده طبعا بسبب الظرف الطارقه اللي حصلت الطارقه مش الطارقه الظروف الطارقه في فيديو عن فاجنر او قائد مجموعه فاجنر ان هو بيقولوا ان هو لسه عايش بجد، هم بيقولوا يعني فيديو غريب كده بيتكلم فيه، ما اعرفش الشباب محضرين ولا لا. اكيد عندنا يا باشا، لو حاضر اوعى تثق، اوعى ما تثقش بالشباب عندنا. انس الجميل هو طبعا بيعملوا حاجات حلوه كده بس لا ماشي. انس يلا بينا. обсуждающих жив я или нет как у меня дела сейчас выходные вторая половина августа 23 года нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь. Собственно говоря... بص هو ملخص القصة ان الفيديو ده متداول وقالك الراجل ده ايه؟ لسه عايش. عايش. طبعا هو مات وشبع موت. تمام؟ ويوم الثلاث اتعملت حاجة كده ايه؟ على الرايق في روسيا، قالوا عايزين نعمل جنازة شعبية، فبوتين قالوا يا سلام روحوا في الحتة الفلانية، وراح موديهم في مكان وراح دفنه في مكان وشكرا سلام عليكم اتكل على الله. تمام. في الفيديو ده هو بيتكلم ان انا عايش ولسه وبتاع مش عارف ايه. تمام. الفيديو ده يوم 21 اغسطس، واللبس ده بالكشف عن الفيديو فيديو مطابق لفيديو هو طلعه في نفس اليوم يوم 21، يعني قبل الحادثه بتاعه مقتله اللي في الطياره، قبل الحادثه واخد بالك. وده بيؤكد ان هو حاسس انه في يوم من الايام ممكن يتعرض للخطر. صحيح، او دائم التعرض. لا انا اللي مأكد لي انه مات، مش ان انا حللت الفيديو زي ما انت بتقوله 21، ان انا متاكد ان بوتين مش هيسيبه يعيش. لا طبعا طبعا، بس فهو يعني الفيديو ده يعني فيديو للشخص، ولكن قبل مصرعه او قبل انفجار الطياره اللي هو فيها او سقوط خيص. الطياره اللي ادت الى مصرعه هو وعشر اخرين. نقفل بحاجه حلوه، نقفل بحاجة حلوة. باحمد عيد ابن مدينه الاقصر. احمد كان واقف اول امبارح في قلب النيل في مركب شغال فيه، لقى مركب عائم بيغرق يا ساتر وجواه ثلاثه، وهو بجدعنه وشهامه شديده جدا انقذ ثلاثه من موت محقق، واثناء محاولته انقذهم احمد يعني وقع وقع ومات. لا يا راجل، والله لا حول ولا قوه الا بالله. كل الشباب هناك في الاقصر وبره الاقصر. ده احمد لا حول ولا قوه الا بالله، عنده اعتقد 32 سنه او اكثر شويه. هو يعني ساهم في انقاذ ثلاثه من موت محقق وضحى بنفسه عشان بشهامه وجدع. هم بيقولوا عليه البطل، وكلمه بطل قليله جدا على احمد طبعًا. عيد ضحى بنفسه عشان الاخرين يعيشوا، عايز يحلى من كده. اوبا دي لحظه الغرق او لحظه الانحراف المركب وميلها، فبالتالي كان في خطوره على اللي فيها. هو في اثنين ماتوا منهم احمد عيد الله يرحمه. يا حبيبي الله يرحمه. والمركب دي ما اشتغلتش يا استاذ تامر من 10 سنين، وما كانتش كانت معطله، وكانت ده لطف ربنا ان ما كانش فيها سياح كتير ولا بتاع. لا خالص، لا هي اصلا مش شغاله من 10 سنين. مش شغاله من اكتر من 10 سنين مش شغاله. يعني محافظ الاقصر مستشار مصطفى ألهم قال ان هي مش شغاله ومعطله، وكانوا بيحاولوا يعملوا صيانه يجربوها بتاع، فحصل اللي حصل. لا الف رحمه طبعا ربنا يرحم احمد عيد ويرحم الشاب الثاني اللي توفى، ونحتسبه من الشهداء ان شاء الله. فكل التحيه لروح احمد عيد، وربنا يصبر اهله واسرته. يا اخي الجدعنه والنخوه والشهامه اللي في الشعب المصري دي صح. ابدا عمرها ما هتموت ولا هتنتهي. شرفتني يا ابو السباسم. شكرا يا استاذ، شرفت يا نجم كبير، وان شاء الله نشوفك دايما على خير. شكرا.